بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. سورة الفرقان وسورة الشعراء من الكتاب 65، كتاب التفسير. سورة الفرقان، وفيه 5 أبواب. وسورة الفرقان هي السورة 25 من أول المصحف، وهي 3/4، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة ياسين، آيتها 77 آية. قال ابن عباس رضي الله عنه: هباء منثورا ما تسفي به الريح. والهباء اللي هو ايه؟ اللي هو المصريين يقول لك ايه؟ هبابه. في اللغه العاميه المصريه يقول لك ايه؟ هبابه. هبابه ده، والهباء اللي هو ايه؟ اللي هو لما تشوف الضوء كده معدي في وسط ظلمه، تلاقي فيه حاجات خفيفه قوي، تلاقيها في وسط شعاع الضوء كده. الحاجات الخفيفه دي التي يعني تكون لا وزن لها، هو ده اسمه الهباء. ومنثور يعني منتشر. واخد بالك؟ يعني أعمال الكفار يوم القيامة تكون كثيرة ولا وزن لها، كالهباء هذا منتشر ولكن لا وزن له، فهمت؟ لكن أعمال المؤمن لها وزن، سبحان الله تملأ الميزان. شفت بقى؟ يبقى هباء منثورا ما تسفي به الريح. ومنثورة زي ما قلت لك يعني منتشر. مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يسموه ظل. الشمس تطلع كده ويجي على الأشياء، تقوم تدي إيه؟ الظل بتاعها جهة إيه؟ الغرب. كويس؟ وكل ما ارتفعت ينقبض الظل لحد ما يبقى أقصر ما يكون أو يختفي قبل وقت الظهر بلحظات. أول ما يتحول الظل لجهة الإيه؟ الغرب، تأذن لظلات الظهر على طول. والظل اللي يجي بعد كده من جهة الغرب يسموه فيق. يبقى اللي قبل كده يسموه ظل لحد صلاة الظهر، بعد كده أي حاجة تشوفها تاني يسموها فيق. واخد بالك؟ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ساكنة ولو شاء لجعله ساكنة، دائمة. دائما يعني ايه؟ يعني مقيما. انت تقول ساكن فين؟ يعني مقيم فين؟ يبقى ساكن يعني مقيم، ساكنا يعني مقيما دائما مستقرا. فهمت بقى ازاي؟ عليه دليلا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، عليه دليلا طلوع الشمس خلفة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وقال الحسن: هب لنا من أزواجنا في طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثبورا، ثبورا ويلا وهلاك. يبقى الثبور هو الويل والهلاك. وقال غيره: السعير مذكر، والتسعر والاضطرام التوقد الشديد. يعني تقول هذا سعير، مش هذه سعير، مذكر. والتسعر والاضطرام التوقد الشديد.
يبقى الاحتراق ده، الاحتراق نفسه عملية الاحتراق بسبب التقاء النار بالشيء، هذا يسموه تسعر، يعني احتراق وتوقد. تملى عليه، تقرأ عليه، من أمليت وأمللت. الرس وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. الرس المعدن، جمعه رساس، رساس. والمعدن هو ما كان في الأرض، وهو البئر، اسم بئر. قيل أنه بئر ثمود اسم الرس، وقيل هم قوم لا نعلم عنهم، لا نعلم اسم نبيهم. ما يعبأ، قل ما يعبأ بكم ربي. ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئا لا يعتد به. ما يعبأ بكم ربي يعني لا يعتد بكم ولا يهتم بكم لولا دعاؤكم، لولا الدعاء والاستغفار لترككم هملا. لا يعتد به غراما، إن عذابها كان غراما. والغرام الشيء الغرام اللي هو إيه؟ الملازم له، الدائم المستمر. وعشان كده الغريم يبقى ملازم لإيه؟ للمدين حتى يأخذ حقه، سموه غريم. يبقى كل من لازمك يسمى إيه؟ غرام، بس بشرط أن يكون على سبيل الخسارة. يبقى يلزمك ويكون ينبني على إلزام ملازمته خسارة. عشان كده يقول لك أنا علي غرامة، غرامة يعني هدفع إيه؟ هدفع إيه؟ مبلغ خسارة بسبب إن أنا ارتكبت مخالفة. فهمت إزاي؟ والغارم، الغارم اللي هو الإيه؟ المدين. اسمه الغارم. ليه؟ ليه سموه غارم؟ لأن إيه؟ صاحب الدين يلازمه حتى يأخذ حقه منه. فكل من كان فيه ملازمة يبقى ايه؟ من الغين والراء والميم. الغين والراء والميم تدل على ايه؟ على الملازمة. فهمت؟ يبقى ان عذابها كان غرامة، يعني ملازم لايه؟ للكافر، لا يفارقه. غراما هلاكا، لان تملي الملازمة على سبيل ايه؟ الخسارة، والهلاك خسران. وقال مجاهد وعتوا طغوا. تملي العتو اللي هو ايه؟ مجاوزة الحد في الظلم او الطغيان. يقول لك ايه؟ ظالم عاتي، يعني جاوز الحد. وقال ابن عيينة عاتية، عتت عن الخزان، عتت عن الخزان. باب قوله الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني جايين على ملا وشهم. المصريين يقول لك أنا جيت لك على ملا وش، يعني مستعجل. فهمت إزاي؟ يعني هل ده معناه معنى مجازي؟ معناه سرعة دخولهم إلى جهنم. فهمت إزاي؟ بغير هوادة، كأنهم بكرابيك كده بتضربهم يقوم يجروا قدامهم، علشان يجروا جايين على ملا وشهم. يعني بيوصف حالهم هم داخلين جهنم، يعني جايين متعجلين بسبب ما خلفهم من الزبانية يدفعونهم دفعا. يبقى ده معنى مجازي ولا فعلا حيسيروا على وجوههم، سير عليهم مش على أقدامهم. فهمت ازاي؟ الحقيقة تحتمل المعنيين. فهمت ازاي؟ يحتمل المعنيين، لكن الحديث دل أنه على الحقيقة. الحديث اللي هيجيبه الإمام البخاري بقى يدل ان هم هيسيروا على وجوههم فعلا، زي ايه؟ زي كثير من الدواب بتشيل على وجهها. عندك التعبان يمشي كده على وجهه، تلاقي وجهه على الارض وهو ماشي، مش كده برضه؟ فهل بقى هم هيمشوا على بطونهم كده وجوههم زحفا فيدخلوها بهذه الصوره فلا يسيرون على اقدامهم، ولا ايه بالظبط؟ تحتمل المعاني دي كلها، لكن جاء الحديث فبين انهم هيدخلوها على وجوههم فعلا على الحقيقه. اهانه، من باب الاهانه. وعن أبي قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيح الحديث السابع بعد 804، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، لما سمع الآية دي فبيسأل النبي يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة،
قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أقر أن فيه إن مش مستبعدة، لأن قدرة الله صالحة. فطالما مش مستبعدة وقدرة الله صالحة يبقى تحتمل، إيه المانع؟ مفيش ما يمنع. فهمت؟ باب قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما اللي هي العقوبة. وعن أبي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ أي الذنب عند الله يعني أكبر الكبائر، إيه هي؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، اللي هو الشرك بالله يعني. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو ده الشرك. لكن الشرك عند الوهابية وسعوه خالص لدرجة طلعوا المسلمين مشركين. فهمت إزاي؟ لا، امشي مع التعريف النبوي الشريف. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الوهابية عندهم لو زرت الولي تبقى مشرك، لو صليت في مسجد في قبر تبقى مشرك، لو مش عارف عملت ايه قلت اغيثوني يا عباد الله يبقى طلب الغوث من غير اله شرك. الله، تبقى جمعية الاغاثة الانسانية دي جمعية شرك يعني؟ حاجة غريبة الشكل. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا، واخد بالك ازاي، من استطاع ان ينفع اخاف لينفعه، مش كده برضو؟ يبقى التعريف الشركي انك تظن ان هناك فاعل مع الله وخالق مع الله، او هناك شيء في مرتبة الله في نفس المرتبة. هو ده تجعل لله ند، الندية يعني ايه؟ يعني نفس المرتبة، ما فيش حاجة في نفس. سيدنا محمد عبد الله ورسوله، هيهات ان يصل مخلوق الى مرتبة الخالق، هيهات هيهات، مهما كان هذا المخلوق من كمال وجلال وجمال كنبينا وهو افضل الخلق على الاطلاق، لكن ما زال مخلوقا، مرتبة المخلوق. فهمت ازاي؟ فيبقى يستحيل انك انت تظن ان يكون هناك إيه مع الله من هو على مرتبته متساوي له في المرتبة. لو سويت مع الله اي شيء في المرتبة هو ده الشرك. حد من المسلمين بقى قال ان الوالي في مرتبة الله عشان نقول عليه انه مشرك، اللي يزور سيدنا الحسين واللي يزور مش عارفين، عشان تعرف العك الوهابي. العك الوهابي اللي هو بسبب ايه استحلوا به دماء المسلمين بهذه الترهات التي عندهم وايه والجهلات. يبقى لما سألوا اي الذنب عند الله اكبر، قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم اي؟ قال: ثم ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليلة جارك. تزاني بحليلة جارك يعني يعني تراودها حتى تطاوعك. شفت قد ايه؟ طب يعني معناه لو زنى يعني بالعافية من غير مطاوعة يعني يبقى برضو مجرم. فهمت ازاي؟ لا تعمل بالعافية ولا تعمل بالتراضي، ابعد خالص. فهمت ازاي؟ ان تزاني حليلة جارك. وعلشان كده ورد حديث في مسند الامام احمد بن حنبل: من زنى بحليلة جاره كان كمن زنى بعشر نسوة. ورد حديث كده هي في صحيح في مسند الامام احمد بن حنبل. في روايات تانية في كتب السنة التانية: زني بحليلة الجار بسبعين زانية. شفت بقى؟ وزني بالمحرم بسبعين زانية بحليلة الجار كمان. يعني واحد يزني باخته، يزني ببنته، يزني بامه، يزني بعمته، يزني بخالته، دي محارم. الزانية معاها أشد من الزانية بحل التجار، والزانية بحل التجار أشد من الزانية بإيه؟ بغير إيه؟ بالغير القريبة الأجنبية البعيدة.
فاهم؟ والزنا على كل حال من أقبح القبائح، فلازم إيه تبتعد عن ما يقربك إليه من قول أو فعل أو نظرة أو شيء من هذا. عشان كده قالك لا تقربوا الزنا، يعني أي حاجة تقربك للزنا بعيد عنها. يعني إيه حليلة؟ يعني زوجك حليلة جارك، يعني زوجة جارك. قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقوله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي برة، القاسم بن أبي بزة، أنه سأل سعيد بن جبير قال: لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ يعني واحد قتل مؤمن متعمد وهو عارف انه مؤمن، هل له توبة؟ ادي السؤال كويس. فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس، لأن الآية بعدها: إلا من تاب وعمل صالح فإنه يتوب الله ما تاب، دليل أن الآية بتثبت له توبة، مش كده برضو؟ فبيقول قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء، سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فسيدنا عبد الله بن عباس قال: دي مكية نسختها آية الايه؟ الآية المدنية. ايه؟ طب سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ليه كده؟ لأن كان في وقت انتشر قتل المسلمين بأيدي المسلمين، الأمويين عكين الدنيا وقتلوا سيدنا الحسين وقتلوا كل ايه؟ من خالفهم. فسيدنا عبد الله بن عباس اراد ان يشدد عليه ان قتل المؤمن ملوش توبه، عشان تتوبوا بقى واقعدوا في بيوتكم، قاعدين تقتلوا بعض عشان حكم وكلام فيه دنيا. فهمت ازاي؟ ده راي سيدنا. لكن الراجح ان من قتل مؤمنا ايه متعمدا ثم اراد ان يتوب فله توبه. واخد بالك ازاي؟ له ان يتوب. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. طب والآية اللي في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن لم يتب. يبقى كأن فيها مقدر إن لم يتب، إن مات على هذه الحال. فهمت بقى؟ لأن الآية الثانية بتقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش كده برضو؟ حتى الكفر له توبة بالإيمان. يعني واحد أشرك أو كفر، إيه سكته علشان يرجع لربه تاني؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله، خلاص الإسلام يهدم ما كان قبله من الشرك. لكن المشرك لا يغفر له لو مات على الشرك، خلاص لو مات على الشرك لا يغفر له. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن. أهل الكوفة طبعا عملوا عمايل وحشة، قتل سيدنا علي هناك وسيدنا الحسين قتل هناك في كربلاء، مجرمين يعني، قاعدين عاملين إجرام هناك وجايين يسألوا سيدنا عبد الله بن عباس: هل في قتل النفس من توبة؟ لهم مالكوش توبة يا مجرمين. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ علشان يزجرهم زجرا. فهمت بقى؟ يبقى ساعات الفتوى تختلف باختلاف ايه؟ باختلاف الزمان وباختلاف المستفتي. وده يدل لك ان سيدنا عبد الله بن عباس كان عليم بالفتوى، لان تختلف الفتوى باختلاف الاشخاص والاحوال والايه؟ والازمان. قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، اللي هي سورة النساء اللي آت النساء.
وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له. وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية علشان بعدها إيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهمت؟ باب قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خد بالك بقى فيها قراءات كتيرة دي. يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم ويخلد فيه مهانا دي قراءة المكي وأبو جعفر يقول لك يضاعف ويخلد. وابن عامر يرى ايه يضعف ويخلد بضم الدال مع التشديد ده ابن عامر الشامي. لكن شعبه بقى الوحيد يرى ايه يضاعف ويخلد يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا دي قراءه شعبه. باقي القراء اللي هي القراءه دي يضاعف له العذاب يوم ويخلد فيه مهانة كل القراء يقولوا فيه مهانة بغير صلة هاء الضمير إلا حفص ابن كثير بس. حفص ابن كثير يقول إيه ويخلد فيه مهانة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سأل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله إيه غفورا رحيما. باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى التوبة تغير الماضي. التوبة تغير الماضي. في حاجة تغير الماضي في أي حتة؟ مستحيل. تغيره إزاي؟ إلا التوبة. تجعل السيئة تجعلها حسنة. تعمل السيئة في الماضي تتوب وتصدق مع الله يقلب لك سيئاتك حسنات. شفت بقى رحمة ربك. وعن أبي قال ودي العبادة الوحيدة عبادة التوبة الوحيدة هي التي تؤثر في الماضي. عبادة التوبة الوحيدة. أي عبادة تانية تؤثر في المستقبل لكن أو الحاضر لكن عبادة التوبة تؤثر في الماضي والحاضر والمستقبل تؤثر في كل الزمان لأن الماضي تقلبه حسنات أو تغفره والمستقبل إيه تجعلك مطيع في المستقبل وفي الحاضر تقلع عن الإيه عن الذنب. يبقى التوبة تستغرق كل الإنسان ماضيه وحاضره ومستقبله وعشان كده عبادة عجيبة غريبة عبادة غريبة لا مثيل لها. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا دي بتاعت النساء. فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك. باب فسوف يكون لزاما هلك. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال
قال عبد الرحمن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود: خمس قد مضينا، يعني خمس علامات من علامات القيامة مضت خلاص، الدخان والقمر، انشقاق القمر يعني، والروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غلبهم سيغلبون، والبطشة، واللزام، فسوف يكون لزاما. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب رد عليه قال له: الدخان لسه ما جتش، الدخان يا عبد الله لسه ما جتش. عبد الله اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. لأن عبد الله بن مسعود بيقول لك إيه لما النبي دعا على قريش بسنين كسن يوسف: زاد عليهم الجوع وقل الطعام، فكان يسير الرجل منهم يرى دخان من شدة إيه؟ قلة الطعام. يعني بقى نظره يأثر على نظره، فاعتبر إن ده الدخان اللي هو جاية في سورة الدخان، ويبقى مضت خلاص. قام سيدنا علي قال له: لا، ده الدخان اللي شافه الكفار دول ده تهيؤ بسبب قلة، إنما الدخان اللي هو علامة القيامة ده دخان حقيقي. فهمت إزاي؟ يبقى الصحابة كانت تختلف في الفهم، ما يجراش حاجة، واخد بالك؟ سورة الشعراء وفيه بابان. سورة الشعراء، الشعراء جمع ايه؟ جمع شاعر، وهي السورة 26 من اول المصحف، لان هي بعد الفرقان على طول. الفرقان سورة 25، الشعراء سورة 26 لانها تليها على طول، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الواقعة، اياتها 26 و200 آية بالعد البصري المدني، و27 و200 آية بالعد الكوفي. وقال مجاهد: تعبثون تبنون، وتبنون بكل آية ايه تعبث، وبكل ريع آية ايه تعبثون، اللي هي ايه؟ الكازينوات الليلية والسينمات، واخد بالك؟ مش بيبنوا في كل حتة سينمات وملاهي ويعملوا لك صلاة قمار وصلاة سكر وقلة أدب وقلة حياة؟ كل دي مش بيبنوها؟ ده في مدن كاملة مبنية على هذا ومدن للبغاء، واخد بالك؟ موجودة في البرازيل وفي أوروبا وفي كل حتة، واخد بالك؟ يبقى دي: وتبنون بكل ريع آية ايه تعبثون، يعني تلهون وتعصون، نسأل الله السلامة. هضيم يتفتت إذا مس، إيه الهضيم؟ اللي هو المهضوم. يبقى عندنا هضيم سهل الهضم، يبقى هضيم يعني إيه؟ يعني سهل الهضم. ومريء يعني سهل البلع، يبقى عندنا مريء سهل البلع وهضيم سهل الهضم. هضيم يعني مهضوم، أنت إيه فاعل بمعنى مفعول، يعني لما تاكله كده تحس انه سهل، مهضوم جاهز، ما يقعدش بطنك كده ايه زي الفول المصري، تاكل الصبح فول تلاقي نفسك مكتوم لحد الساعه العشاء بالليل، واخد بالك؟ يقعد مسمار البطن، يقول المصريين يسموه ايه؟ مسمار، يعني مسمر في بطنك. لكن الهضيم ما يمسمرش بقى، يمشي على طول. فهمت؟ مسحرين المسحورين. ليكة والأيكة جمع أيكة، وهي جمع شجر. أصحاب ليكة المرسلين، كذب أصحاب ليكة المرسلين. ليكة هكذا لقراءة المدنيان وابن عامر وابن كثير، باقي القراء أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة. والأيكة هي الشجرة، كانوا بيعبدوا شجرة. يوم الظلة إظلال العذاب إياهم، موزون معلوم كالطود الجبل، الشرذمة طائفة قليلة، وتقلبك في الساجدين المصلين. قال ابن عباس: لعلكم تخلدون كأنكم الريع الأيفاع. لعلكم تخلدون كأنكم، يعني لعلكم بمعنى كأنكم،
كأنكم خالدين، يعني بيبنوا أبنية كثيرة كأن هيخلدوا في الدنيا، ويبني ما لا يسكن، يموت قبل ما إيه؟ ما يسكن. الريع الأيفاع من الأرض، وجمعه ريعة وأرياع، واحد الريعة، مصانع كل بناء فهو مصنع. فرهين، مرحين، فرهين بغير ألف كده، دي قراءة المدنيان والبصريان والمكي، الباقيين يقولوها فارهين. فرهين يعني مرحين، فارهين بمعنى، ويقال فارهين حاذقين. تعثوا أشد الفساد، عاث يعيث عيثا، يعني إيه؟ يعني أفسد إيه؟ يفسد فسادا. الجبلة، والذي خلقكم والجبلة الأولين، الجبلة الخلق، جبل خلق، ومنه جبلا جبلا وجبلا وجبلا جبلا وجبلا وجبلا، يعني الخلق. اللي يقول وجبلا ده قراءة مين؟ أبو عمرو بن عام، يقولوا جبلا كويس. المدنيان وعاصم يقول لك جبلة، المدنيان وعاصم يقولوا إيه؟ اللي إحنا حافظينها، حافظين بقراءة حفص، جبلة. وروح يقراها إيه؟ جبلة، جبلة، لا يقراها إيه؟ روح جبلة، يعني أجيال. يبقى إيه؟ الجبل اللي هو الجيل، يبقى جبل بمعنى جيل، يعني إيه؟ جبلة بجمع إيه؟ جيل، تبقى أجيال كويس. باب ولا تخزني يوم يبعثون، يبقى سيدنا إبراهيم يطلب من ربه يقول له إيه؟ ولا تخزني يوم يبعثون، وسيدنا محمد ربنا يديها له من غير ما يطلبها، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، عشان تعرف المقامات. بس واحد يطلب والتاني يجي له من غير طلب، فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا موسى يقول رب اشرح لي صدري، وربنا يجي له من غير طلب، سيدنا نبينا يجي له يقول له ألم نشرح لك صدرك، مش كده برضه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وايه؟ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي اشدد بي ازري، شو بيطلب وزير عشان ايه؟ يشيل مع الوزر، وربنا يجي مع النبي يقول له ايه؟ ووضعنا عنك وزرك. شفت بقى الجمال؟ عشان تعرف جمال النبي في القران بس. الوزر الاعباء يعني، مش الاسم، لا الاعباء، عشان كده يقول لك الوزير بيشيل الاعباء، لكن الوزراء عندنا ما بيشيلوش الاعباء، بيستفيدوا من المنصب، بيزيدوا الاعباء، ربنا يجعلهم يزيلوا الاعباء بدل ما يزيلوا الاعباء. ولا تخزني يوم يبعثون. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. الغبرة هي القترة، عشان كده قال إيه؟ إيه ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. أي أباه اللي هو عمه مش والده، أباه آزر ده كان عمه وليس والده، في فرق بين أباه ووالده، واضح؟ لأن هو دعا إيه؟ دعا لإيه؟ لوالديه، مش قال رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ مش كده برضو قال كده؟ في سورة إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبير اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولي ايه. طب وهو نهي عن الاستغفار لابيه، فازاي هنا يدعي لي؟ يبقى دليل ان والده غير ابيه. صح صح، مش نهى ابراهيم عن الاستغفار لابيه، ولما نهى عن الاستغفار لابيه كان لسه شاب صغير، لكن لما بنى البيت كان عدى 120 سنه عمره، وكان سيدنا اسماعيل معاه، يوم ايه يدعي لوالديه وقد نهى عن الاستغفار لابيه، دل على ان اباه غير ايه والده. فهمت بقى ازاي؟ يبقى والده كان اسمه تارح وليس آزر. طب وليه قال له ابيه آزر؟ لانه رباه، لانه تربى يتيم برضه، فلما العم يربيه يبقى كانه ابوه. فهمت بقى؟ حتى الصعيده في مصر يقول لك ايه، روح لابوك فلان، مش كده برضه؟ وهو مش اللي والده، ابوه غير والده. فهمت ازاي؟ يبقى عمه، يبقى جاره، يبقى اي حاجه. ولما يبقى واحد مسيحي يقول له ايه، روح لخالك فلان، مش كده؟ خالك جرجس وخالك حنة. ليه بقى؟ لان كانوا المصريين يتجوزوا المرأة المسيحية، فيبقى خلان الاولاد ايه، مسيحيين. فهمت ازاي؟ فيبقى المسيحي خال لانه يتزوجوا المسيحية، فيقول لك روح لخالك حنة، هات من عند خالك جرجس، وروح لعمك محمد. فهمت ازاي؟ لان محمد ده مسلم، انما حنا. فهمت بقى؟ دل على ان الاسلام انتشر في مصر بالتزاوج، بالزواج، مش بالسيف والاكراه والوهابيه والداعشيه. ما نعرفش الحاجات دي، الحاجات دي كلها حاجات يطلعها الامريكان، الكاوبوي، اسلام كاوبوي. واخد بالك ازاي؟ ربنا ينجينا، رعاة البقر. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، سورة التحريم. يا الله يا كريم. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك، أي ألن جانبك. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقي؟ قالوا نعم. شوف النبي الأول جايب لهم معجزة صدقه، مش جايب لهم عصايا يرميها لهم زي سيدنا موسى تبقى حية، لا، ده هو صدقه في حد ذاته معجزة، لأن بيقول لهم جماعهم، قال لهم أنتوا شايفين الوادي أهو، الوادي أهو فاضي أهو ما فيهوش حاجة، لو قلت لكم الوادي اللي أنتوا شايفينه بعينيكم ده فاضي إن في عدو هتصدقوني؟ يعني هتصدقوني أكتر من عينيكم. فهمت إزاي؟ قياس على الغائب، ما هو هيقول لهم الغائب إن في جهنم. فهمت بقى إزاي؟ هم مش عايزين يعترفوا إن في جهنم، لكن هو بياخد منهم الأول الإقرار، يقول لهم لو قلت لكم ان في خيلا في هذا الوادي تغير عليكم وانتم شايفين ان الوادي فاضي ما فيهوش خيل تصدقوني؟ قالوا نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط، يعني نصدقك اكثر من عينين، نقول احنا اللي مش شايفين وانت اللي شايف، كذلك النبي يرى الاخره ونحن لا نراها. فهمت القياس؟ ادي القياس. فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب،
ما أغنى عنه ماله وما كسب. وعنه به قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني إن لم تؤمنوا بي لا أنفعكم بشفاعتي، إن آمنتم انتفعتم بنسبي وشفاعتي. يبقى النسب والشفاعة لا تنفع الكافر، لكن إيه؟ الإيمان ينتفع به المؤمن بالنسب وبالشفاعة. ليه؟ النسب بدليل قول الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى الانتفاع بالنسب يكون بالإيمان به، تنتفع بنسبك إليه وتنتفع بشفاعته لك. واضح؟ خلافا لما عند الوهابية. الوهابية قال لك لا، مش هتنتفع إلا بعملك بس، النسب ما ينفعش، مش قالوا كده؟ ويجيب لك الآية اللي نزلة في الكفار: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دي الآية دي نزلة في الكفار، يعني الكفار لا ينتفعوا بأنسابهم للمؤمنين على عادتهم الكئيبة القبيحة، وهو جعل الآيات النازلة في الكفار يجعلها في المؤمنين. فهمت؟ دي عادتهم، يحرفون الكلام عن مواضيعه، عشان أقول لك ده مذهب يهودي، فهم يهودي للقرآن وللسنة. يهود بيجسموا الله، فهموا التجسيم من الآيات والسنة، فهم طريقة يهودية، مدرسة يهودية في الفهم، دخلت في وسط الإسلام وتبناها ابن تيمية، وتبناها بعده محمد بن عبد الوهاب، وبعدين ابن عثيمين، وابن باز، وابن مش هقول لك ابن مين تاني، انت عارف. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. ونقف على سورة النمل غدا إن شاء الله. الشيخ مرة قعد بقى مع ايه، مع طفل يحفظه القرآن. دي نكتة الشيخ آدم اللي كان بيحفظني القرآن، نكت كان لطيف ويحب يقول، يقول لك قعد يحفظ الولد سورة النمل في شهر، والواد يغلط ويضربه لحد ما حفظها حلو قوي بقى الحمد لله، وسمعها ما غلطش فيها ولا غلطة. قال له: خلاص يا حبيبي بقى، تعالى بكرة أحفظك سورة الفيل. قال: والله ما أنا جاي. إذا كان النمل قعد فيها شهر، أمال الفيل هيقعد فيها إيه؟ هو فجرها بالوزن اصلا. غدا ان شاء الله: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم ارزقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.